شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في اجتماع اللجنة المصغرة والمنبثقة عن اللجنة التنفيذية للدورة 26 للاتحاد البرلماني العربي الذي يستضيفه مجلس النواب الأردني. أشار سعادة رئيس وفد الشعبة البرلمانية بأن اجتماع اللجنة المصغرة والمنبثقة عن اللجنة التنفيذية بحث تعديل مشروع النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، وذلك بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية بما يتوافق مع ما تم إجراؤه من تعديلات على ميثاق الاتحاد.